الخطوة الثالثة، إنني وجدت حسب الطلاع القاصر إن أعظم من وعد بالأجر والثواب والمقامات العالية في القرآن الكريم هو عنوانين، مجموعتين من الناس، المتقون والصابرون. ونتحدث الآن عن المتقين طبعا وليس عن الصابرين، حج الصبر وحد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال: والعاقبة للمتقين، وقال: والعاقبة للتقوى، والله ولي المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، إن للمتقين مفازا، وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقال: وإن للمتقين لحسن مآب، لحسن مآب. حتى أنه من الممكن القول، حتى أنه من الممكن القول إن النجاة الحقيقية والعاقبة الحقيقية إنما هي للمتقين، وما لم يصل الفرد إلى درجات التقوى تبقى نفسه غير صافية وآخرته غير صافية، ومن ثم لا يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر.